بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. الوحدة الرابعة للصف السادس الابتدائي، والوحدة اسمها Visiting Film Studio، زيارة استوديو الأفلام. والكلمات اللي هتبقى معانا أول كلمة اللي هي في عنوان الوحدة فيلم استوديو. فيلم استوديو اللي هو استوديو لتصوير الأفلام. شور قديمة مش جديدة يعني بالتأكيد. Today يعني اليوم برضو قديمة. Hello أهلا ومرحبا. Late يعني متأخر. Number يعني رقم. Message يعني رسالة. Lunch الغداء. Thanks يعني شكرا. Clerk اللي هو الموظف اللي بيرد على الناس. كلمات كلها سهلة ما فيش حاجة صعبة. call يتصل والماضي بإيدي called. speak يتحدث والماضي spoke. know يعرف، ما بنطقش حرف الكي، والماضي know برضو عرفة. am و is و are الماضي منها was و are الماضي منها were. give يعطي والماضي give. speak to يتحدث إلى، أركز على to. What time ساعة كام قديمة. get it عرفتها فهمت يعني حصلت عليها كده يعني. he isn't in right now معناها هو ليس موجود الآن. خلي بالك بقى ايه he isn't in right now عشان هناخد in on بعد شوية. late for متأخر على. you are welcome على الرحب والسعة. ادي قصة المحادثة. ست بتقول هالو مرحبا. رد الراجل عليها وقال لها، هو في الاول قال لها هالو، هو هي اللي متصله، بس هو احنا من عادتنا لما بنرد على حد بنقول السلام عليكم صح كده. فقال لها هالو مي اي سبيك تو احمد بليز. اتكلمت الست وقالت له مي اي. اول تعبير معايا اللي هو مي اي معناها ايه. مي اي دي، مي اي دي طريقه طلب، طريقة طلب بنقول عليها كده، طريقة طلب. طب اسمها ايه؟ may I. طب معناها ايه؟ ممكن. معناها ممكن، ويجي بعدها الفعل في المصدر. يعني ايه الفعل في المصدر بدون اضافات؟ ممكن speak، speak اللي هي اتحدث اهو. ممكن اتكلم مع، وهتبدأ تقول اهو can I speak. ممكن اتكلم تو احمد، التركيز على تو خلي بالنا عشان جت بعدها. ممكن اتكلم مع احمد وجابت في اخر الجملة بليز لو سمحت او من فضلك. طبعا الراجل قال لها ايه he isn't in right now. in right now هحفظ التعبير بتاع in right. in right ليس موجودا الان، ليس موجودا الان. طبعا بعدين قالت له طب what time he be back. بي باك لازم احفظ دي على بعضيها، هي مش موجودة في الكلمات بس اعرف معناها يرجع. يرجع الوقت اللي هو هيرجع فيه. قال لها طبعا I am sorry I don't know او I don't know، انا معرفش بالظبط هيرجع الساعة كام. طبعا الست كده عايزة توصل رسالة. قالت له can you take a message. يبقى انتوا هنا هتحفظوا لي حاجتين، طريقة الطلب اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية اللي هي كان اسمها may I. طيب كان معناها ايه may I دي؟ قلنا كان معناها ممكن، تمام. طيب والطريقة التانية ايه بقى؟ can you، can you. فقالت له طبعا can you take a message. يبقى هنا ايه may I ممكن انا، can you ممكن انت، يعني نفس المعنى. وكده كده كله بياخد بعديه المصدر. يعني المصدر يعني الفعل بدون اضافة اللي هو كان هناك speak وهنا take اهو، تمام. فقال له طبعا ايه بالتأكيد who is calling. who دي معناها من، تسأل عن العاقل، شخص العاقل. من اللي متصل؟ قالت له والله انا اسمي سلوى كامل. I am going to be. خد بقى الرسالة اهي، الرسالة ان انا هبقى متأخرة for lunch على الغدا النهاردة. I'll see him at 1 o'clock. هبقى اجيله الساعة واحدة يعني. قال لها got it. خلاص وصلت الرسالة. اعتبر الرسالة ايه؟ وصلت.
What's your number؟ رقم الكام؟ قالت له بقى ايه 0000 كذا وتأكدوا منه. قال له اوكي I'll give him your message، انا هديله ايه رسالتك. المهم بقى في تعبيرين عايز اخد بالي منهم. ايه هما التعبيرين دول؟ اول تعبير كان عدى علينا قبل كده كان اسمه going to، اسمه ايه؟ going to اللي هو موجود عندنا فوق ده اهو going to، دي معناها ينوي وتعبر عن ايه؟ وتعبر عن الحاجه اللي في المستقبل، فهي لسه هتتاخر. بعدين استخدمت ال ال ابوستروف دي، ال 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 دي اللي هي تساوي مين؟ تساوي ويل، اللي هي طب معناها ايه؟ اللي هي معناها سوف، وبرده تعبر عن ايه؟ عن المستقبل. اي ويل، اي ويل استخدمها هنا تاني اهو، اي ويل جيف هيم، هديله رساله. قالت له ثانكس، شكرا. طبعا قال لها يو ار ويلكم، على الرحب والسعه. لما نيجي نحل بقى على الكلام ده، I am not to be late for lunch، طبعا اللي احنا لسه قايلينها اللي هي I am going، I am going هي هتبقى متأخرة على الغداء. Hello not is calling، طبعا هو عشان مل العاقل، من المتصل؟ Who is calling؟ Can you not a message؟ طبعا can you take ممكن تاخد رسالة. Not I speak to Sammy؟ طبعا ميل اللي هي ممكن اللي احنا لسه قايلينها، ممكن اتكلم مع سامي. طيب وين ويل هي بي باك؟ امتى هيرجع؟ قال لها اي ام سوري اي دونت نو، اللي ما بنطقش فيها الكي، انا لا اعرف. اي ويل نوت هيم ات 1 اوكلوك، طبعا ويل يجي بعدها الفعل في المصدر يعني بدون اضافات. اي ويل سي هيم، سوف اقابله. وات از يور كذا؟ قال لها 000 كذا يعني النمبر، نمبر اللي هو ايه؟ اللي هو رقم. What time will he not will he be back اللي هو التعبير اللي احنا قلناه. هنا بقى عايزين نطلع الحاجات المختلفة، welcome وأحمد وسلوى وأنس، طبعا احنا عايزين اسم بدل دول. leave وليت وجيت وجيف كلهم بقى ايه؟ أفعال ما عدا ليت صفة، كلهم هنا أدوات استفهام واضحة من غير ما نقرأ ما عدا مسج رسالة. speak studio take كلهم أفعال ما عدا كلمة استوديو، هنا كلهم في زمن الماضي الشاذ ما عدا دي بالايدي. لما نيجي نجيب بدالهم بقى، هنا عايزين اسم، نجيب مين؟ نجيب مثلا علي، اسم علي، تمام؟ اهو علي. هنا عايزين فعل نقول له ايت، اي فعل بقى. هنا عايزين اداه استفهام نقول له وير اللي هي اين، تمام؟ هنا عايزين فعل، خدنا ايد فوق ناخد جيف اللي هي يعطي، كلمة في الدرس عشان نبقى حافظينه. هنا عايزين فعل شاز نجيب له مثلا وينت اللي هي الماضي من ايه؟ من جو بمعنى ذهب. بالنسبة للقطعة، سلمى بيقول لي كانت في مكتبها امبارح وهي شغالة مع كليرك واستلمت اتصال تليفوني، استلمت يبقى خلي بالي ان سلمى دي ولا سلوى؟ اه سارة، سارة استلمت مكالمة. هي استلمت التليفون كل ده من مستر ابراهيم، يبقى المتصل مين؟ مستر ابراهيم. هنا بيقول لي بقى ساره مستر سامح كان فين؟ اه سامح ده لسه ما وصلنالوش احنا، ده احنا لسه شغالين في ابراهيم. هي wanted to speak to مستر سامح، مستر سامح wasn't in يعني ما كانش في المكتب. حلو، يبقى هنختار كلمه اوتسايد، يبقى سامح كان فين؟ اوتسايد يعني بالخارج، تمام؟ لانه ما كانش في المكتب. طب مستر ابراهيم عاوز يشوف سامح ان ذا ايه؟ تعالوا نشوف. قال له اي ونت تو ميت مستر سامح ات 3 بي ام، الساعه 3 مساء، يبقى معنى كده في وقت المساء، يبقى في الايفنينج، يبقى فين؟ في الايفنينج. قطعه صعبه دي، تمام؟ طيب هو ريسيفد ا تليفون كول فروم مستر ابراهيم، طبعا ساره، ساره هي اللي استلمت المكالمه منه او هي اللي ردت عليه، تمام؟ طيب وات واز مستر ابراهيم مسج؟ ايه الرساله بتاعت مستر ابراهيم اللي هي دي؟ اي ونت تو سي، اهي اكتبوها انتوا بقى، اي ونت تو سي مستر سامح ات 3 بي ام، لحد هنا، تمام؟ طيب دي كانت اخر حاجه معانا. معانا لا ده لسه معانا ترتيب صوره اهو، ترتيب طبعا هنكتب هنا وات اول حاجه، طبعا وات كلنا عارفين وات تايم، ما الوقت صح كده؟ فبنجيب ما الوقت، وات تايم بيجي بعدها الفعل المساعد اللي هو ويل، بعدين الفاعل اللي هو هي،
what time will he. وطبعا be back التعبير على بعضه اللي قلت لكم احفظوه اللي معناه يرجع، يبقى ايه الوقت اللي هيرجع فيه. تمام. طيب عايز اقول سامي مش موجود، بقى هبدأ بسامي بعدين اقول سامي is. تمام. is in right now، يعني مش موجود هنا دلوقتي. طب ده في نوت، اه ما انا نسيت نوت هنا بعد از بقى، ده اللي انا عايز اركز عليه ان هي بتتحط بعد از. ماشي. از ان نوت رايت ناو. يلا لايك وشير واشتراك لو انتوا جداد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.